العدالة الاجتماعية عنوان مصر في 2019، وترشيد دعم المواد البترولية هو البداية لتحقيقها، والفلوس اللي بتتوفر بتتوجه لدعم البطاقات التموينية اللي بيستفيد منها 76 مليون في كل محافظات مصر. الأجور في موازنة 2019 وصلت ل 301 مليار، وكان مستحيل نزود المرتبات للرقم ده من غير قرارات ترشيد دعم المواد البترولية اللي وفرنا منها 37 مليار في 2019، وده هيمكن الدولة إنها تطبق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 ل 2000 جنيه. ترشيد دعم المواد البترولية الشريحة الأخيرة علشان الدعم يوصل لأصحابه.